دقائق 15 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن طالب بن راشد بن شرم المري، من قدم لنا فن في هذا الصباح وحاصل على أفضل توقيت زمني في صباح هذا اليوم. مستمرين مع حضراتكم في هذه اللحظات مع اندفاع وانطلاق شوطنا الثاني عشر للابكار الاجذاع المهجنات الاصايل. نتقدم مباشرة في هذه اللحظات مع اول المراكز ومع اول الانطلاقات في هذا الصباح. هنا زعفور مع صباح بن محمد بن سعيد العفاري، من يقدم لنا شعار في هذه اللحظات وينطلق مع الانطلاق الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني حضرت ووصلت، أوصلت في هذه اللحظات ذكرى سهيل بن عبيد بن نخيرات العامري، حاضرا في هذه اللحظات ليقدم لنا اندفاعة هذا الشعار الممتاز. المركز الثالث في هذه اللحظات اتحاد الحاضرة مع علي بن سعيد بن علي العمري، يقدم لنا اتحاد مع المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية سلطان بن محمد بن حمد بن شالومي الدرعي، حاضرا مع مقدم مع رابع المراكز ليقدم لنا الشاهينية في هذه اللحظات. والمركز الخامس وتابع في هذه اللحظات الحضور الممتاز في هذه اللحظات الهدى عبد الله بن حمد بن يطبع العامري، حاضرا مع المركز الخامس. والمركز السادس ليتابع الحضور الممتاز من الدكتورة مع أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، يقدم لنا الدكتورة مع المركز السادس. والمركز السابع الحضور الممتاز من فتوى الحاضرة في هذه اللحظات مع مبارك بن عبيد الجديلي الحاضر في هذه اللحظات ومقدما لنا فتوى. وأتابع الحضور الممتاز أيضا من معاني الحاضرة مع عبيد بن سعيد بن محمد المهيري، يقدم لنا معاني. وتابع أيضا علي بن سعيد بن علي المزروعي، يقدم لنا شعار ويأتي في هذه اللحظات وينطلق مع انطلاقة شعاره الممتاز مع المركز التاسع في هذه اللحظات. والمركز العاشر وتابع هنا انطلاقة الله يا سلام وتحديات يا سليل أحمد بن غانم بن علي المنصوري. نعود إلى مقدمة الشوط هناك إلى الصدارة، إلى من بدأت تنفرد هناك مع المقدمة هذا الشوط مع مقدمة هذه الأسماء. أتابع زعفور من تنطلق في هذه اللحظات. الله مع صباح بن محمد بن سعيد العفاري، يقدم لنا شعاره وينطلق في هذا الصباح مع انطلاق شعاره الممتاز على أول المراكز لتقدم عرض مميز على الصدارة الأولى. المركز الثاني الحاضرة في هذه اللحظات والقادم هنا، أتابع هنا انطلاق الذكرى. ذكرى الحاضرة في هذه اللحظات أسهل بن عبيد بن نخيرات العامري، حاضرا مع ذكرى ويقدم لنا ذكرى مع المركز الثاني. المركز الثالث أحضرت في هذه اللحظات الشاهينية مع سلطان بن محمد بن حمد بن سالومي الدرعي، يقدم لنا انطلاقة شعاره وانطلاقة الشاهينية مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور الممتاز من الهدى عبد الله بن حمد بن يطبع العامري، حاضرا مع المركز الرابع. والمركز الخامس أحضرت في هذه اللحظات اتحاد علي بن سعيد بن علي العمري، حاضرا في هذه اللحظات ويقدم لنا انطلاقة شعاره. أسموح
حاضرة، أسماء واصلة في هذه اللحظات لتنضم الدكتورة التي بدأت في الحضور مع أحمد بن مطر بن ماجد الخيلية، وتابع في هذه اللحظات أوصلت أداء بهذا الأداء الممتاز. سالم بن عبيد بن عبد الله الوهيبي يقدم لنا أداء، بينما أيضا الحاضرة في هذه اللحظات أحضرت بغداد حمد بن خويتم بن بخيت العامري يقدم لنا بغداد الحاضرة بكل قوة في هذا الشوط ويقدمها بهذا التقديم. ولكن العودة هناك إلى الصدارة، إلى من غيرت هنا ذكرى بدأت في التغيير مع سهيل بن عبيد بن خيرات العامري مقدما لنا ذكرى وإبداعات ذكرى وإمتاعات ذكرى، ليتابع أيضا الحاضرة زعفور الله صباح بن محمد بن سعيد العفاري، ولكن أحضرت بهذا الأداء اتحاد علي بن سعيد بن علي العمري المركز الرابع، أحضرت ووصلت بغداد حمد بن خويتم العمري، والكيلو الأخير الكيلو الخطير، ذكرى وأي ذكرى، أي أداء يا ذكرى، أي إبداع يا ذكرى، أي إمتاع في هذا الصباح. الله على ذكرى، نعم تنطلق ذكرى بذكرياتها وبسجلاتها. الله يا سهيل يا بن عبيد يا بن خيرات يا العامري حاضرا مع ذكرى، والحاضرة اتحاد ووصلت بغداد 500 متر أخيرة ما بين بغداد ما بين ذكرى واتحاد، ولكن ذكرى الله عليها على ذكرى بالنخيرات العامري، ابداع وامتاع في صباح هذا اليوم. ما شاء الله بغداد مع المركز الثاني، ولكن ذكرى متمسكة بذكريات هذا الشعار، بإنجازات هذا الشعار، بسجلات هذا الشعار بالنخيرات العامري. ما شاء الله تبارك الله. سهيل بن عبيد بالنخيرات العامري المركز الثاني، بغداد حمد بن خويتم العامري المركز الثالث، بيلسان لعبيل علي بن سعيد بن علي بن سعيد المزروع المركز الرابع. أحضرت في هذه الشعار راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري المركز الخامس، أحضرت اتحاد علي بن سعيد بن علي العمري. تهانينا والناموس لمالك ذكرى من قدمها بهذا الأداء الممتاز وهذا المستوى الرفيع مع سهيل بن عبيد بن خيرات العامري، مستوى كبير مع هذا الشعار الكبير والمثير في صباح هذا اليوم. قدم لنا أيضا شعار في هذه اللحظات 9 دقائق 17 ثانية، جزئين من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. صار المركز الثاني بغداد حمد بن خويت بن خويت العامري، 9 دقائق 18 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك بغداد على هذا الانتصار أيضا مع ثاني المراكز. المركز الثالث شعار علي بن سعيد بن علي المزرعي من قدم لنا شعاره، 9 دقائق 20 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. بيلسان من قدمها في هذه اللحظات. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح. التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام.